الدنيا يوم وأقبلت إلى الآخرة يوم، كل يوم ينطوي من الدنيا تتقرب به إلى الآخرة. عمرك محدود والزمن محدود، فمتى وصلت إلى ذلك الزمن ودقت الساعة تركت الأهل والولد والمال وفارقت الجميع وأقبلت على الله وحدك، لا تملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. أصبحت يوما وأنت واقف بين يدي الله، فإن كنت ممن سبقت له العناية وأحاطت به الرعاية سمعت قولا: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وإن لم تكن من ذلك أهلا فنسأله تعالى أن يقابلنا بقوله: أنعمت عليكم فعصيتموني، وأكرمتكم فخالفتموني، واليوم أغفر لكم بكرمي ادخلوا الجنة. هذا ما نرجوه من الله. والواقع يا أحبابي، الأيام التي نعيشها كل لحظة منها تسجل علينا، إن كان فيها إقبال الله فيا هنيئا لك فيها، وإن كان فيها غفلة فيا حسرتاه ويا حسرتاه ويا حسرتاه على لحظة تمر بك وأنت عن الله غافل. المؤمن هو الذي يفكر ليست السنة بمرور الأيام، أتى محرم فصارت أول السنة وانتهى ذو الحجة انتهت السنة، لا يا ابني، تبدأ سنتك يوم يبدأ قلبك بمحبة الله، يبدأ عمرك في يوم معرفتك لله، وينتهي عمرك عندما تنسى الله. ولما سألوا سيدنا أبو يزيد البسطامي رضي الله عنه وأرضاه، قالوا له: كم عمرك؟ كان يبلغ من العمر 84 سنة. قالوا له: كم عمرك؟ قال: 5 سنوات. قالوا له: بشيبتك 5 سنوات؟ قال: ما عرفت الله إلا منذ 5 سنوات، فعمري قبل المعرفة كان لاش، بدأ عمري يوم المعرفة. كيف تعرف الله وأنت لم تتذوق كلام الله؟ كيف تعرف الله وأنت لم تتقرب إلى الله؟ كيف تعرف وقلبك جاف من ذكر الله؟ قلبك يقرأ القرآن: فويل فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، ويل، نعم، خسار وهلاك وشقاء، ويل. فهل قلبك حي بالله أم غافل عن الله؟ هل تفتش في الحياة على لذتك أو على شهوتك أو على بطنك أو على مالك، أو تفتش على وصال قلبك بالله؟ سأل نفسك، لا تغشوا حالكم. الإنسان لازم كل ساعة يخلو فيها مع نفسه،
يسأل نفسه أنا مع من؟ هل أنا مع الصالحين يقبلوني أن أكون معهم؟ هل أنا مع الأولياء المقربين يقبلوني أن أكون معهم؟ أم أنا مع الغافلين؟ أم أنا مع المنحرفين؟ مع من؟ سل نفسك، اعرف نفسك تعرف ربك. إذا عرفت نفسك بالفقر عرفت ربك بالغنى، وإذا عرفت نفسك بالضعف عرفت ربك بالقوة والقدرة. فيا أحبابي، أيامنا تعد علينا، أوقاتنا تعد علينا. لك أوقات مباحة، لا إثم ولا أجر، مجالستك لأهلك، مجالستك لولدك، لا أجر ولا سيئة إلا إذا نويت. عند مجالسة أهله نوى أن يدخل السرور عليهم، والنبي يقول: من أدخل على أهل بيت من المسلمين سرورا، ولو كانت زوجته وأولاده، من أدخل على أهل بيت من المسلمين سرورا لم يرضى الله له جزاء دون الجنة. بدك تروح على البيت، انوي إدخال السرور على أهلك، انوي أن تؤدي بعض حقوقهم التي أمرك الله بها، فأنت في طاعة. عند الطعام وهو مباح نويت التقوي فهو عبادي، عند العمل وهو مباح فإن نويت خدمة خلق الله فهي عبادة. فإذا كل نية، كل عمل تنوي به التقرب إلى الله ينقلب إلى عبادة وطاعة. وإذا ذهبت ورجعت من غير نية فحياتك لاش، ليس لك أجر وليس لك ثواب وليس لك ارتقاء. وفي ذلك الوقت يغفل قلبك عن الله وتنسى الله وتنسى لقاء الله، وهذا شقاء يا أحباب. لا تظن الدنيا مال، رأينا الأغنياء ورأينا شقاء الأغنياء. أغنى رجل في العالم كان يملك أكثر من 40 مليار دولار، أغنى رجل في العالم انتحر، وكاتب في وصيته يقول: في الدنيا ما تركت لذة إلا وتناولتها، ولا تركت شهوة إلا وعملتها، فلم أجد لذتي التي أرجوها وأطلبها. بده لذة روح ما عم يلاقي، فقررت الانتحار لعلي أجد تلك اللذة. ما أعرف أنه رح ينتهي من العذاب الأدنى إلى العذاب الأكبر. هذا أغنى الأغنياء. فليس المال يا ابني فيه لذة، وليس المراتب والمقامات كمان فيها لذة. من لم يتذوق حب الله ما عرف لذة في الحياة. والله لو جمع المال ولو حضر لو صار ملك الدنيا، والله ما تذوق لذة في الحياة. لا أظن أنه الأولياء والصلحاء أنه ما عندهم لذائذ. اللذة الحقيقية عند أهل الله. ورضي الله عن الإمام جنيد لما قال: والله لو تدري الملوك ما نحن عليه من اللذة لقاتلونا عليها بالسيوف، والله بالسيوف وبالرماح وبما أكثر من ذلك. لأن الملك بيفتش على لذائذ الحياة. ولو عرف والله لسجدة واحدة في ظلمات الليل
بين يدي الله وأنت بذلك تقول يا رب، والله لهي أغنى من الدنيا بما فيها ذهبا. الله يدوقكم حلاوتها. فالعام الجديد حصل ودخل، قابلوه بالأعمال وأنه الصالحات وكثروا من النوايا. لو بدك تخطي خطوة انوي، تعودوا النية في كل عمل. ليش رايح على الجامع؟ رايح أحضر المولد. لا، هاي نية ما رح تكسب فيها شيء. ذاهب إلى المسجد لأصل روحي برسول الله، رايح إلى المولد لأتشوق محبة رسول الله. صود النية الغالية، رايح تحضر المولد، شو تاني تحضر المولد؟ رايح بدي أوصل قلبي بالحبيب الأعظم، رايح جامع. أنا جاي على الجامع لكن ناوي، نوية جيتي على الجامع، اللهم ببركة هذه الليلة تجمع قلبي على مرضاتك ومحبتك، تجعلني من أهل القرب في هالليلة هي. الله يجبر خاطركم، يرضى عليكم وعلى ذريتكم وعلى والدكم وأهلكم.